ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. هنعمل مع بعض النهارده النجرسكو بطريقه سهله جدا، حلو جدا، فوق الممتاز، مش هتبطلي تعمليه، بس متبخليش عليا بكومنت حلو زيك ولايك واشترك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما انتم شايفين عندي هنا مكرونه سباكيتي، ده نص كيلو من المكرونه السباكيتي، سلقته نص سلقه، ما سلقهوش سلقه كامله، يعني نص سلقه وبشطفه تحت الميه عادي خالص، تمام. تعالوا بقى دلوقتي نحضر الفراخ اللي هنحشي بيها النجرسكو. هنا عندي هنا الفراخ، جبتها قطعتها قطع كده زي ما انت عايزه. ببدا ان انا احط عليها معلقه من الخل، طبعا بعد ما غسلتها كويس جدا احط عليها معلقه كبيره من الخل مليانه، هحط كمان شويه ملح وفلفل اسود، شطه، عايز تحطي بابريكا زي ما انت عايزه. هنا حطيت بقى البهارات بتاعتي وقلبتها كده مع بعض. تعالوا نشوف الخضار بقى اللي محتاجينه معانا. زي ما انتم شايفين عندي دول بصلتين قطعتهم قطع صغيره، عندي فلفل الوان هنا وعندي كمان فلفل عادي، ممكن تسالني عن الفلفل الحراق، مفيش مشكله، ما بحبش حاجه حاميه. عندي هنا زيتون وده برده اختياري، ما بحبش الزيتون ما تحطيش. عندي هنا طماطم قطعتها برده قطع بالشكل ده، دول حوالي طماطميتين. على النار جبت طاسه حطيت فيها معلقه من السمنه كبيره على معلقه من الزيت، ممكن تستخدمي سمنه بس او زيت بس زي ما انت حابه، وببدا ان انا اسيبها على النار لحد ما تسيح معايا خالص. هنزل بقى بالفراخ، لازم هنا السمنه تكون سخنه معاكي او الزيت وتاخد الصدمه بالشكل ده، وبقلب فيها. زي ما انتم شايفين الفراخ غيرت اللون بتاعها. هنزل بقى بالبصل، بقلب بقى البصل مع الفراخ كده، بديله تشويحه كده مع الفراخ لمدة دقيقة. بعد كده هننزل بقى بالفلفل، زي ما شايفين بقلب بقى الفلفل معاهم بالشكل ده كده برضو لمدة دقيقة على الأقل. عايزة اقول لكم ان الريحة خطيرة بجد، ولسه كمان ما كملناش البهارات، ما حطناش هنا بهارات. هنا ما بحط بهارات، بحط ملح خفيف وبحط برضو فلفل اسود تاني، طبعا احنا حاطين متبلين الفراخ فما تحطيش ملح كتير. وببدا ان انا اقلب كل ده كده مع بعض. هاجي بقى في المرحله دي وهنزل بالطماطم، طماطميتين، وهنزل كمان بالزيتون، واقلب بقى كل ده مع بعض، واحط رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح ورشه من الشطه. عايزه تحطي بابريكا، عايزه تحطي باكو من الصلصه، الاضافات دي بتاعتك انت بقى اللي انت عايزه تضيفيه ضيفيه، شوفي بهارات اللي بتحبيها وحطيها عليها. زي ما انتوا شايفين كده سايبه كل ده على النار، هسيبها على نار كده وسط وهغطيها لحد ما تتشرب معايا واحس ان الخضار اللي عندي دبل معايا. وزي ما انتوا شايفين ده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت، خطيره بجد، ريحتها حلوه جدا. تعالوا بقى نحضر البشاميل. هنا حطيت 5 معالق كبار من الدقيق على 5 معالق من السمنه، لو مش عارفه تعاير السمنه بالمعلقه حطي معلقتين كبار مليانين جدا بالشكل ده، وهوريك الشكل بتاع الدقيق بيبقى عامل ازاي عشان تعرفي السمنه بتاعتك. هنا السمنه لسه مسحتش، فاقول لك بقى دلوقتي لما تسيح هنشوف هنحتاج سمنه تاني ولا لا، انما لو هتعير بالمعلقه يبقى 5 معالق وعليهم 5 معالق. زي ما شايفين ده القوام اللي انا محتاجاه، وممكن ازود كمان نص معلقه من السمنه عشان عايزاه يبقى فاكك عن كده شويه. كده القوام اللي انا محتاجاه اللي هو يبقى سايل معايا بالشكل ده اهو كده، يبقى 5 معالق مظبوطين معايا. بستخدم لتر من الحليب يعني كيلو من اللبن 4 كوبايات. اول ما بشم الريحه بتاعه البشاميل او الدقيق ببدا ان انا انزل باللبن، بكون مدفيه اللبن هنا، بحب انزله وهو دافي، بقلب كده لحد ما اشم الريحه بتاعته او الاقي لونه ذهبي. في المرحله دي بقى هنزل باللبن بتاعي وحاطه فيه 3 قطع من الجبنه الديمكس، ممكن تستغني عنهم، وحاطه كمان ملح وفلفل اسود، وببدا ان انا اقلب كل ده كده. زي ما انتم شايفين ده القوام المظبوط بتاع البشاميل بتاعنا كده، البشاميل بقى جاهز والفراخ بقت جاهزه والمكرونه بقت جاهزه عندنا. نبدا بقى ان احنا نجمع الحاجات دي كلها عشان نحطها في الصينيه بتاعتنا. هناخد هنا بقى نص كميه من البشاميل وننزل بيها على المكرونه، ونسيب النص التاني عشان نحطه على الوش. نقلب بقى المكرونه مع البشاميل، طبعا بتقلبيها كويس كده لحد ما كله يدخل في بعض.
هنجيب بقى الصينيه اللي هنستخدمها، انا ما بدهنهاش اي زيوت ولا اي حاجه، وببدا اخد نص كميه المكرونه احطها ايه في الصينيه. يعني هننزل بقى بالفراخ، عايزه اقول لكم الفراخ خطيره. هنا بقى بنفرد الفراخ بالشكل ده كده، بصوا بقى المنظر. هننزل بقى بباقي المكرونه، باخد بقى باقي المكرونه وبنزل بيها كده وبفردها. ممكن تعمليها هنا برضو بمكرونه اقلام، مفيش مشاكل، ممكن بمكرونه صغيره، اي نوع مكرونه انت حابه. بس احنا عاملينها نجرسكو، فاستخدمنا المكرونه ايه اللي سباكتش. بعد بقى ما عملت المكرونه بالشكل ده وسويتها خلاص، هنزل بباقي البشاميل بقى اللي احنا حضرناه. شوف البشاميل حلو ازاي، انسيابي بينزل حلو ازاي. زي ما شايفين فردت بقى البشاميل بالشكل ده، وبعمل كده عشان ايه يتفرد معايا، يتفرد معايا بكل سهوله. هاجي على الوش هنا واحط جبنه، ممكن تحطي بيضه، تكسري بيضه وتحطيها اللي انت عايزاه. هنا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، اي انواع جبن بتحبي بقى تحطيها كده على الوش. ودي الخطوه دي اختياريه، ممكن زي ما اتفقنا نستغنى عنها ونحط جبنه ايه، نحط قصدي بيض. في المرحله دي بقى هدخلها الفرن، يا دوبك ان هي تاخد وش، بشغل فوق وتحت مع بعض، بديها بقى لون كده وبطلعها على طول. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده شكل الصينيه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن. بصوا خطيره وطعمها خطير، هتجربوها مش هتبطلوها. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينا.